افتتح نائب رئيس الحكومة اليمنية عبد العزيز جباري فرع البنك المركزي اليمني في محافظة تعز جنوبي اليمن بعد إغلاق استمر 3 أعوام. وجاء هذا الافتتاح ليكون خطوة أولية نحو إعادة تطبيع الأوضاع في المدينة التي لا زالت تشهد معارك عنيفة بين الحوثيين والمقاومة. لأول مرة منذ اندلاع الحرب قبل 3 سنوات يعاد فتح فرع البنك المركزي في محافظة تعز جنوبي اليمن. الافتتاح أشرفت عليه الحكومة اليمنية، وينتظر منه أن يدشن عودة المؤسسات الإدارية الرسمية للعمل في المحافظة وما جاورها، فضلا عن أنه يشكل الوعاء القانوني للإيرادات المالية للحكومة بعد أن ظلت تحول إلى أرصدة خاصة خارج إطار الحسابات الرسمية. كما ستساهم عودة المؤسسات المالية إلى تعز في تطبيع الأوضاع في هذه المحافظة. يجب على أي واحد كان يجبي أي مبالغ مالية بدون وجه حق وخلافا للقانون من اليوم وصاعدا لا يجوز إطلاقا، ولن نسمح لأي شخص بجباية هذه الأموال. هذه الأموال ستدفع إلى البنك المركزي من أجل تذهب في الاتجاه الصحيح. مصلحة الهجرة والجوازات في تعز بدأت بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي بعد افتتاحه مباشرة. خبراء اقتصاديون يرون أن البنك سوف يلغي كافة الحسابات الخارجة عن القانون، حسابات تسببت في نشوب خلافات واشتباكات بين فصائل في المقاومة الشعبية بالمدينة. البنك سوف يسهم أيضا في تسليم رواتب الموظفين. بداية الحياة إلى محافظة تعز، بداية النشاط إلى محافظة تعز، بداية الآن محافظة تعز تنبض صحيح إلى الطريق الصحيح، بداية محافظة تعز الآن تمشي إلى المسار الصحيح، مسار الدولة، مسار المؤسسات، مسار إن شاء الله الرقي، ومسار إن شاء الله مسار صرف الرواتب. وكان قد توقف فرع البنك عن العمل عقب سيطرة الحوثيين وقوات الرئيس السابق صالح على مدينة تعز في العام 2015، وبسط سيطرتهما على المنطقة الشرقية التي يقع فيها الفرع. نبيل اليوسفي، التلفزيون العربي.